قد يقرأ البعض النتيجة انه طيب احنا نزلنا 41% وماذا عن 60% الأخرى؟ هل هذه نسبة تعد معقولة في الانتخابات؟ هل هذه نسبة؟ طب احنا مش عايشين لوحدنا في العالم. تعالي نشوف آخر عدة انتخابات حصلت في العالم. في آخر انتخابات حصلت كان فلاديمير بوتين في روسيا، نسبة اللي راحوا كانوا 67%. انت بتتكلمي على تجربة ساخنة جدا يعني، ومجتمع مفتوح تماما واقتصاد حسن يعني، عشان بس نعرف الفارق. بس يعني معظم منافسيه الكبار ما كانوش موجودين، ما كانوش كويس، بس خد 67%. هو فاز بنسبة اللي راحوا 67%، هو فاز بنسبة 76.66%. في الانتخابات السابقة كان واخد 49 مليون صوت، في الانتخابات دي واخد 56 مليون صوت. معناه أن هناك حالة الرضاء تجاه هذا الرجل تزداد. بس لازم نقول معلومة صغيرة جدا، أنه تعداد سكان روسيا 144 مليون أكتر مننا 44 مليون. وأنه الجدول عندهم شامل مرة ونص عدد المقيدين عندنا في الانتخابات. احنا لسه بننمو في عملية القيد داخل جداول الانتخابات، لسه احنا التجربة عندنا مش ناضجة قوي. ده واحد. نيجي نشوف ماكرون في فرنسا ام الديمقراطية، هذا الرجل فاز بنسبة 66% مقابل ان لوبان اللي هي المنافسة بتاعته خدت 33. كان نسبة المشاركة 74%، الممتنعين كانوا 25%، الأصوات الباطلة كانت 2%، الأوراق البيضاء كانت 8%. إيه الفرق بين الأصوات الباطلة والأوراق البيضاء؟ غريبة أوي. الأصوات الباطلة اللي هي واحد كتب فيها، الورقة البيضاء يعني ده تصويت احتجاجي، الصوت الباطل ان هو يكون كتب كلمة، كتب عبارة، كتب شتيمة، صوت على الاثنين، ده صوت لا يعتد به في اللجنة. لكن اللي حط ورقة بيضاء يعني هو تصويت احتجاجي، يعني انا ولا عايز لوبان ولا عايز ماكرون. كويس. برضو نضع في الاعتبار ان تعداد سكان الجمهورية الفرنسية 66.9، يعني حوالي 67 مليون نسمة. لكن يجب ايضا ان نضع في الاعتبار ان احنا بنتحدث عن ام الديمقراطية في العالم، الدولة التي ولدت فيها الثورة الفرنسية، داخلين في الجمهورية، في اربع جمهوريات قبليها، في ميراث تجربة شديد. طيب هل النسبة التي حصل عليها الرئيس السيسي واضعين في الاعتبار ان هي تأتي بعد تجربة عاصفة في الحياة السياسية المصرية، بعد من سنة 1952 حتى الآن احنا الفترة طويلة جدا ما عندناش انتخابات تنافسية، الوعي السياسي، النخبة السياسية، قوة الأحزاب، كل هذه الأمور هي بتخلق المناخ. يبقى إذن الذين ذهبوا دون أحزاب ورغم الظرف الاقتصادي ورغم كل التجارب السابقة في السبعة سنين الماضية ورغم كل الهزات التي حدثت، هذا هو شعب بالفطرة، بعبقرية الفطرة، ذهب ليقول لمصر ويقول لهذا الرئيس نحن معك.